Hello everyone and welcome to English Show Channel. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ رب كلكم تكونوا بخير. ان شاء الله هنبدأ سلسلة جديدة ببرنامج جديد بعنوان بياع انجليزي تشتري. في الفيديو بتاع النهاردة هنتكلم عن الامريكان سلانج. الامريكان سلانج اللي هي اللهجة العامية في امريكا، حواري امريكا بيتكلموا ازاي. اول كلمة معانا وهي كلمة savage. savage معناها وحشي او همجي، معناها someone ruthless in a way that is admirable or humorous، يعني شخص بيتصرف بشكل وحشي او همجي لدرجة ان الطريقة ديت ممكن تعجب ناس او تبقى فيها نكات، او من الاخر كده معناها كلمة سف او التحفيل. عطيه عطيه. على سبيل المثال، did you see how she roasted him on Twitter? She is savage. يعني شفتها وهي بتشويه على تويتر من التحفيل او من السف، هي savage وحشية. تاني slang word معنا وهي كلمة walk. كلمة walk معناها someone who is aware of social issues and injustice. الwoke ده الشخص المهتم جدا بالsocial issues او القضايا الاجتماعية والظلم اللي بيحصل للناس. على سبيل المثال اقول he is woke. He supports many charities. الشخص ده woke، شخص بيدافع عن القضايا، بيتبرع لمؤسسات خيرية. You are woke. التاريخ عندما يكتب يوما ما سيكتب عن مرتضى منصور. راجل محترم. مال ازاي بس؟ ما انا هقول لك ازاي. ثالث لانج وورد معانا وهي كلمه sus، والكلمه دي يعتبر abbreviation او اختصار لكلمه suspicious which is meaning untrustworthy، الشخص الغير مستحق او الشخص الغير جدير بالثقه وشخص مشكوك فيه. على سبيل المثال اقول لك I don't trust him. He is sus. He is acting sus. يعني هو مشكوك فيه. He always lies and cheats. هو دايما بيكذب وبيغش. متأكد مع انه كنت شاكك. Another slang word is riz. كلمة riz R-I-Z-Z it's a slang form for money or cash. الكتمنس، الفلوس. الفلوس الفلوس. حاضر يا فندم. حاضر يا فندم. اهم حاجة في الدنيا معاك هتقدر تعمل. For example I need to make some riz this weekend. Do you have any for me? يعني انا محتاج اعمل بعض المال الويكند، هل انت معاك رز او معاك money for me؟ هتبص لك ده انت متبولة يا ابني، يا ابني انت كحيان، انت كحيان يا محمد. اخر slang word معانا النهارده هي كلمه drip. drip كلمة drip is used for appearance or style. الكلمه دي بستخدمها عشان اتكلم على الستايل او اوصف شخص لابس كويس او شخص fashionable، لابس على الموضة. For example he has got the drip. Look at the outfit. بص كده هو شكله drip، هو stylish، شخص fashionable لابس على الموضة. بص على الاوتفيت بتاعه، على اللبس بتاعه عامل ازاي. He is dripping in designer clothes. كلمة designer فيها جي جي ديت سايلنت. designer designer designer. اما كلمة clothes بس ماهاش clothes، no it's clothes اللي هي الملابس. اتمنى انك في الايام المفترجه دي تدعي اخواتنا في فلسطين، ربنا ينصرهم ويثبت اقدامهم، اللهم امين. واتمنى عليكم الفيديو ما تنساش تعملوا لايك، تعملوا سبسكرايب للقناه، وسلام.